هذا الجزء هسه شنو عندي؟ هذا الجزء هو الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، يحول لي اشاره الانالوج الى شنو؟ ديجيتال. ليش يعني ليش احتاجها؟ حسب الابلكيشن، ممكن انا اريد ارسلها بالنت، احولها، اريد اضغط البيانات مالتها، اريد اعرضها بالكمبيوتر، اريد على برنامج، الكل تتعامل بمن؟ بالديجيتال داتا. ما تاخذون الانالوج، الانالوج نظام قديم ويتعامل مع الاي سي فقط، فلازم نحولها الى انالوج. خلينا نشوف شنو عندنا بعد. عندنا نبدي بالسترينج جيج، يعني عندنا حساس هسه المن للقوه، السترينج للشده. نشوف هسه كم وظيفه هذا اله. هذا شكله، نشوف هذا شكل بالصوره، هالشكل عباره عن لوح يستخدم للوزن للقوة. شلون الربطة؟ شوف باو شلون ربطة بالبرج، هاي شوفها برج عادية، احد اضلاعها هو سترينج اتش. ممكن تكون البرج اربعة هن باو، ممكن تكون البرج اربعة هن باو. هذا فد بروجكت لربط السترينج اتش، هذا هو هنا، وهذا المعالج مالتي، وهذا الفيور الشاشة. شوف مطلع لي هنا وزن ويت، قايل لي يا بالويت ايش قد؟ تقريبا ما اعرف ايش قد، 100 جرام، هاي 100 جي هنا مكتوبة، يعني 100 جرام. هذا نت هنا عنده فلوس او قطعة معدنية، اريد اخذ وزنها، يعني كجهاز وزن مخلي ميزان، فنستفاد من هاي القطعة من للوزن او للقوة. بعدين راح نشوف حتى نقدر نستفاد منه للديسبليسمنت. الديسبليسمنت يعني كمسافات، يعتمد هم على الضغط والقوة، مقياس للضغط وهكذا. يعني هذا سنسر وديت الى وحدة معالجة، هذا اردوينو معالجة، يعني مايكرو كنترولر، وحدة معالجة، وبعدين فيور شاشة. ممكن اودي هاي الديجيتال الى كمبيوتر يعرض لي اياها الى برنامج فيجوال بيسك او غيرها، او اي برنامج يعرض لي نتيجه اريد ارسم، يعني عندي رسم داتا الى اخره، فلازم استخدم الديجيتال. فهذا الحساس يتعامل ويا من؟ مع الوزن او القوه. شوف شنو عندنا بعد. عندنا الديسبليسمنت قلنا ترانس يوزر، اللي هو له علاقه بمن؟ بالمسافات، هو من اسمه ديسبليسمنت، ايش قد يتحرك؟ هذا يسجل لي اياه، ينطيني اياه بهل قد يتحرك. طبعا هاي الحركه يعني هو شلون يحسبها؟ يحسبها من خلال تغير الفولتيه. يعني هو كان يعني الوضع الانيشال مالته على حد معين، من يتغير، شوف من يصير الضغط هنا يعني صار شنو؟ فولتيه ثانيه، يعني خلينا نقول كان 1 فولت صار 1.2، يفسر لي هو ال 1.2 الى شنو؟ الى مسافه. كل فولتيه الى مسافه. يعني هاي قضيه التحويل احنا ما نريد نطب بها وشرح، من تصير عندك مشروع بروجكت راح تشوف الشغلات العمليه اللي هي اللي قلنا هاي اللي جاي يحكي بيها سانا فولتيه او ديسبليسمنت او فتشي، بس احنا نريد نوضح لك الصوره انه هذا الحساس التغير مالته هذا بذراع، وشوف غالبا ما يستخدم هذا وين هسه؟ هسه بالسيارات الحديثه يخلون بي لل شو اسمه الدبلات مالتها حساس من هذا النوع، ايش قد بيصير بي طسات او ايش قد حركه. وممكن انا استخدمه اندستريال، يعني بالمصانع، حبي في حساب ثكنس معين، انا جاي اصنع فتشيت معين او ديسك او اي شيء، اريد احسب السمك مالته. طبعا شوف هاي هنا ديجيتال يختلف عن هذا، هذا ميكانيكال، هذا الكترو ميكانيكال سنسر، هذا اوبتيكال، راح نشوف اوبتيكال سنسر. هذا يعتمد على اليمن، هذا يعتمد شوف على الاي ار مالته. يعني انا من قلنا لكم هناك قبل شويه اكو اي ار يعتمد، اكو بعدين يعتمد على اليمن على الليزر، يعني الليزر. نرجع نكمل قطعه التسجيل. نرجع نكمل نقول هنا ممكن ان يكون بالليزر، هذا بدل ما يكون الكتروميكانيكال هنا اوبتيكال، استخدام الليزر نقيس سمك هذا الشيت.
الغاية من عنده هو أنا أنطي إيعاز للماطور مالتي بالسرعة أو البطء في القصلي، أو جاي يعني يحسب السمك مالتي حتى ما يصير دائما متساوي، مثل معلم ماكينة تنقص سفنج بيها، مثل ماكينة أي ماكينة سي إن سي تجي بيها سمك، يستخدم هذه الفكرة بيها. نشوف الأنواع مالته، هذا الديسبليسمنت، نشوف شنو أنواعه. اكو انواع الكاباسيتيف ترانس يوزر. شنو هو هذا؟ عباره عن متسعه، يعني من اسمه كاباسيتيف، متسعه. انا اجي اغير السعه مالتها، ميكانيكيا اغير السعه مالتها، وراح تتغير. شنو من اغيرها ميكانيكيا؟ راح تتغير السعه، راح تعطيني فد انديكيت معين للسعه، فراح استفاد من عدها. وين استفاد من عدها؟ بالاي سي بريدج. يعني انا اشغلها بالاي سي بريدج، من تتغير السعه راح تتغير الممانعه، راح تنطيني فرق جهد. شلون تتغير؟ هي المتسعه مشوف هاي ابسيلون نوت ابسيلون ار في الاريا على الديستانس، البعد بين اللوحين والمساحه المقطع. ممكن تكون الحركه دائريه، تشوف هاي المتسعه الالواح على حركه دورانيه، ممكن تكون لا صفائح وحركه بيناتهم، اما حرك افقيا او الى الاعلى. يعني هاي هنا انا جاي احرك شنو؟ الاريا، مو مثل هذا جاي يحرك الاريا، وهنا جاي يحرك الاريا. ممكن الديستانس، ممكن نوع العازل، بعدين راح نشوف بعض التطبيقات، يعني حسب النوع اللي انت تريده. فبهاي الطريقه انا راح اغير الكاباسيتيف ترانز، واشوف المقدار المسافه، يعني شلون مقدار المسافه. انا هاي ايش قد حركتها وانطتني سعه، انا هذا اللوح ايش قد دفعته مسافه وانطاني سعه معينه، فاقابل السعه مقابل المسافه وهكذا. نشوف الاخر الاندكتيف اللي هو المحاثه، من اسمه شوف خليناه ببريدج وخلصنا. هذا الاوتبوت وهذا الاي سي، صار عندي ممانعه. شنو اغير به هذا الاندكتيف؟ اغير به القلب مالته، هذا الكور. يعني ايش ما اغير به؟ شو اسمه؟ جاي اغير بالكور مالته. من اغير راح تتغير شده عفوا الاكس ال، يعتمد عليا على القلب على الكور. فكل ما هذا يندفع للاسفل او للاعلى، شوف ينطيني شنو؟ ينطيني سيجنال تعتمد على قيمه الاكس ال وهكذا. فنشوف السنسر اللي بعده اللي هو اللينير فاريبل ديفرنشال ترانسفورمر. شنو وظيفته؟ هاي بعض انتبه لي، هي عباره عن محوله عاديه، وراح اغير الكور مالتها نفس الحاله. هاي محوله عاديه، هذا المين سبلاي الملف الابتدائي، هذا السكندري الملف الثانوي. راح اخذ ايش راح اسوي؟ هذا الكور القلب مالتهم راح اغيره، يا اما اغيره، يعني شوف هسه هنا هذا لينير هذا خط، يا اما اغيره شوف ابدي بربع نص ثلاث ارباع الى ان يكمل هذا، يا اما حركه وقيس المسافه، او اغير الجاب بعدين راح نشوف. شوف هنا الحركات مالتي، هاي الحاله اي، هاي الصفر، وهاي البي. شوف هنا هاي الحالة النورمال، هنا أنا سحبه بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه حسب الدي الديستانس اللي أنا أريدها. نشوف هذا فد مثال حي هنا موجود، خزان مال ماء، العفو أنبوب مال المياه، جاي ياخذ لي ضغط، يحول هذا الضغط إلى شنو؟ ملف. كل ما يدفع هذا الكور داخل الملف، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فولتية تغير، يعني مو فولتية، سيجنال ينطيني علما تبعا للمسافه. هاي المسافه هي اصلا مو مسافه، اذا تلاحظ هنا اسلها ضغط، يعني انا شلون حولت باور، حولت الضغط الى ديسبليسمنت الى شنو؟ سيجنال. يعني انا جاي اقيس شنو هنا؟ ما جاي اقيس ديسبليسمنت، جاي اقيس هاي السيجنال للضغط حولت. هاي راح نشوفها يعني بالحياه العمليه، من يصير عندك مشكله او موجود بدائره او مصنع، تستفاد من الموجود داخل هذا، راح نشوفها بعدين بالترانسفورمر، راح نشوف تستفاد من عندها داخل المصنع وداخل المشكله من نفسها. يعني انت ما شوف هسه انت ما تجي تقيس تقول لي اجيب لي سنسر مال ضغط، لا هم موجود عندهم، هذا متوفر اللي انت عندك، هذا الديسبليسمنت وحورته الى حساس للضغط. اذا كل 1 سنتيمتر هلقد ضغط، كل 0.5 سنتيمتر هلقد بار من الضغط، وهكذا حولت السيجنال وحليت المشكله حسب المتوفر لديك. يعني هذا نسميه تحوير.
هنا نشوف صورة عملية لهذا الشيء. عندي انبوت واوتبوت، هذا بي ان سي مثل مالت الاوسيلسكوب، بي ان سي ادابتر. فهنا هنا الكور مالتي ممكن يكون جرافيت، ممكن يكون بلاستيك، ممكن حسب. والطول مالته قد ما يندفع للاخير فراح يتغير. هذا المين البرايمري الوايندينج، وهذا السكندري كويل راح نشوفه. فتتغير المحاثه والميوتشوال اندكتانس تبعا لمسافه الكور. عندنا الاوسيليتر راح نشوفه هسه هنا، وموضوع اخر هم نستفاد منه عندي، اشوف الاوسيليتر ايش قد مفيد. اوسيليتر من اسم اوسيليتر يعني شنو؟ يعني انت جاي تغير تردد. احنا مو عندنا برج تقيس التردد؟ يعني شوف هسه هناك البرج كل المواضيع السابقه كانت تقيس. يعني انا هذا ممكن هذا الاوسيليتر اوديه على برج حتى اقيس شنو، بعدين اخلي لي موفن كويل المن للتردد. هذا البرج هنا الفري عندنا فور سامينج، هنا شو راح يسوي؟ راح يغير لي بهاي المتسعه. شوف هنا ميكانيكال ليكج، يعني هاي المتسعه راح تتغير ميكانيكيا. ميكانيكيا شلون تتغير؟ تبع للضغط. شوف اكو بريشر هنا، انا عندي عتله جاي تتغير، عتله جاي تتحرك، يعني استفاد من الحركه الى شنو؟ الى شنو؟ ديسبليسمنت. استفاد من الديسبليسمنت شنو؟ اغير السعه، اما الاريا مالت المتسعه قبل شويه قلنا، او شنو؟ الديستانس بيناتهم. فهاي ال والسي راح تسوي لي ريزونانس سيركت، وراح استفاد من عندها في المن للتردد، تغير تردد الاوسيليتر. هذا نوع من انواع الاوسيليتر تاخذونه بالالكترونيات وتشوفونه بي ال وسي، وتغير التردد مالته راح ينطيني تردد. الكل تردد اكو مسافه، اكو ضغط، اكو بريشر. يعني هسه هنا اكو بريشر، هنا اكو يعني فريكونسي. كل فريكونسي يقابل لي بريشر بالمتسع، يقابل لي ديسبليسمنت. يعني انا الديسبليسمنت هو مقدار ازاحه، بس انا ما افتهم شنو قلت تعال ديسبليسمنت. لا، انا الديسبليسمنت المن لصفيحه المتسعه، انا كل حركه كل سنتيم اوظفها المن لبرجر. يعني انا بال اعطيكم مثال اخر، يعني انا بدرجه الحراره من اريد اقيس درجه حراره، يعني شنو حاط المقياس مال درجه حراره؟ لو لا لا عندي مقاومه تتاثر بدرجه الحراره. يعني السكيل مالتي شنو هو؟ مقاومة R و C، يعني R و T، يعني ايش قد المقاومة ايش قد التمبريتشر. واسوي لي جدول، وموجودة جداول طبعا انتم هاي ما تدرون بها، موجودة جداول عالمية لكل NTC سي، لكل بي تي سي، لكل نوع اكو داتا شيت. هنا نفس الحالة، هنا لكل ضغط انا اخلي ديسبليسمنت وهكذا. فاوظف الضغط، اوظف القوة، اوظف اي شيء من هذا البرجر الحركة الى شنو؟ الى تردد. زين خلينا نشوف شنو اللي عندنا بعد. الفوتو سيل فوتو الكتريك سيل، هذا طبعا ابسط شيء، وحكينا ونبهنا من اول دائره كانت اللي نريد نستعرض عنها الدرايفر سيركت. هنا هذا اكو عندي مقاومه، عنصر ايضا مقاومه، هو يتغير تبعا لشده الضوء. هذا اكو ضوء عندي ساقط عليه من على هاي المقاومه، هاي المقاومه موجوده بمصدر. طبعا هاي المقاومه قلنا مصدر، النوع ما تشرح يصير هذا نوع اكتف ميزو. شوفوا هسه راح نرجع للفصل الاول يكون نوع شنو؟ اكتف مو باسيف. فاحنا هسه راح نوقف الفيديو ونكمل بمقطع لاحق حتى لا يصير الفيديو اكبر.